هنتكلم دلوقتي على الميزيال سيرفس. لما اجي اتكلم على الميزيال سيرفس باخد السنه من الجنب، خلاص؟ يعني ببص لها من الميزيال اسبكت او من الديستال اسبكت اللي هو منين؟ من البروكسيمال. زي ما قلنا ان اللينجوال هو الميرور ايمج بتاعه الليبيال في الاوتلاين، برضو الميزيال هو الميرور ايمج بتاعه الايه؟ بتاعه الديستال. طيب تعالوا ما نتكلم على البروكسيمال من الاول، يعني هنتكلم على الجيومتريك اوتلاين. الجيومتريك اوتلاين هنا ايه؟ تريانجولار ان شيب، بس لازم نعرف ان دوت الليبيال ودوت الايه؟ اللينجوال. عرفت منين ان ده الليبيال وده اللينجوال؟ سنجولم، برافو عليك. وهنا كده ايه؟ لينجوال فوس. طيب يبقى ادي عندي اللينجوال الجيومتريك اوتلاين بتاعتي ايه؟ تريانجولار ان شيب. تريانجولار بس، اي تريانجل في الدنيا له ايه؟ بيز وابكس، صح؟ له ايه؟ له بيز وله ابكس. التريانجولار ان شيب ده البيز بتاعته فين والابكس فين؟ الابكس ادس ان سايز الاتش، والبيز فين؟ عند السيرفايكال لاين. يبقى زي ما قلتش ترابوزويد ان شيب وسكت، برضه ما بقولش ايه؟ تريانجولار ان شيب واسكت. لا، ده انا بقول تريانجولار ان شيب وايه؟ واحدد فين البيز وفين الايه؟ الابكس. طيب اللونج اكسس اوف ذا توث بايسكت ذا انسايزال ايدج، يعني ايه؟ ادي اللونج اكسس اوف ذا توث اللي هو قلنا اللاين اللي بايسكت ذا توث ايه؟ هنا بقى هيبقى ميزيوديستالي ولا ليبيولينجوالي؟ ليبيولينجوالي. اللونج اكسس بتاع السنه بيعدي على الابكس وبيعدي على الايه؟ الانسايزال ايدج. معنى كده ان الابكس سنترلايزد والانسايزال ايدج ايه؟ سنترلايزد ليبيولينجوالي. يعني ايه سنترلايزد ليبيولينجوالي؟ يعني في النص بالظبط ما بين الليبيال وما بين الايه؟ ما بين اللينجوال. طيب هو في غير كده يا دكتوره؟ ما طبيعي ان يبقى كده. لا، في كتير قوي ان الانسايزال ايدج دي بتبقى جايه انتيريور زي الكناين، بتبقى جايه يا ربي ليبيال زي الكناين، بتبقى جايه لينجوال زي الايه؟ اللور انسايزرز. خلاص؟ فالابر سنترال الابكس ماشيه مع الانسايزال ايدج، والاثنين ماشيين مع ايه؟ مع ايه؟ اللونج اكسس اوف ذا توث. ماشي؟ طيب تعالى بقى لما نتكلم على الميزيال اوتلاين فورم، اخد الميزيال اوتلاين يعني هتكلم على الليبيال سيرفيس كله، هتكلم على اللينجوال سيرفيس كله، وعلى الانسايزال ايدج، وعلى السيرفايكال لاين. ممكن نتكلم ونقول ان اول حاجه ان الليبيال اوتلاين مالها؟ كونفكس فروم ذا سيرفايكال لاين تو ذا انسايزال ايدج وذ ماكسيمم كونفكستي. فين؟ يعني ايه ماكسيمم كونفكستي؟ يعني ايه؟ اقصى حاجه في الكونفكستي. مش الكونفكس بتاعي ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده وممكن يبقى كده؟ يبقى هنا الماكسيمم كونفكستي فين؟ صح؟ دي مكان الماكسيمم كونفكستي، يعني اعلى حته فين؟ في الكونفكستي، صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما اقول لك الليبيال اوتلاين كونفكس، لو سمحت ما تسكتش، لازم تقول لي وذ ماكسيمم كونفكستي فين؟ في السيرفايكل 1/3. خلاص؟ ريبريزنتنج ايه؟ ايه اللي موجود هنا مخلي لي السيرفايكال 1/3 بلج؟ سيرفايكال ريدج، برافو عليك. يبقى انا عندي الليبيال اسبكت كونفكس وذ ماكسيمم كونفكسي ات ذا سيرفايكال 1/3 ريبريزنتنج، لازم ريبريزنتنج ايه؟ سيرفايكال ريدج. طيب تعالى لي بقى كده على اللينجوال، هلاقي ان لو قسمنا السنه دي ثلاث تلات سيرفايكال وميدل وانسايزر، هلاقي ان السيرفايكال 1/3 كونفكس ريبريزنتنج ايه؟ سنجولم، برافو عليكم. بعد كده كونكيف ريبريزنتنج الايه؟ لينجوال فوسا. بعد كده ايه؟ كونفكس ريبريزنتنج الايه؟ الانسايزل ايدج، برافو عليك. يبقى اللينجوال سيرفيس بتاعي الاوتلاين بتاعته متقسمه لثلاث تلات، كونفكس كونكيف كونفكس. كونفكس الاولانيه ليه؟ اللي مكبرها السنجولم. كونفكس الثانيه، الكونفكس الثالثه الانسايزل ايدج، تمام؟ طيب بعد كده هنا دي اسمها ايه؟ الانسايزال ايدج. وزي ما قلت لك الانسايزال ايدج لازم تقول هي فين بالظبط. احنا قلناها في السلايد اللي قبليها، الانسايزال ايدج هنا فين؟ سنترلايزد ليبيو لينجوال، او الانسايزال ايدج لوكيتد ايه؟ وذ ذا لونج اكسس اوف ذا توث. ماشي؟ طيب اللينجوال السيرفايكال لاين، سيرفايكال لاين كونكيف توورد ذا روت. سيرفايكال لاين ماله؟ كونكيف توورد ذا روت.
يبقى انا عندي دلوقتي الليبيال واللينجوال السيرفايكال لاين مالهم؟ مالهم الليبيال واللينجوال السيرفايكال لاين ماله؟ كونفكس توورد ذا روت. الميزيال والديستال السيرفايكال لاين ماله؟ كونكيف توورد ذا روت. طيب الروت زيه زي الليبيال بالظبط. انا قلت لك الروت بتاع الابر سنترال هو عباره عن كون شيب، هو عباره عن طرطور، يمينه زي شماله زي وراه، صح ولا لا؟ تبص له من كل اسبكت هتلاقيه هو هواها. تيبرد اوت لاين توورد ذا بلانت ايبكس. ماشي؟ من الليبيال كده ومن البروكسيمال كده. طيب تعالى بعد كده على الليفيشنز والديبريشنز. ده بروكسيمال يعني ميزيال وديستال، يعني سنه هتعمل كونتاكت مع سنه ثانيه. هل ينفع ان السيرفيس اللي هيعمل كونتاكت مع سنه ثانيه ده يبقى فيه الليفيشن وديبريشنز كتير؟ ليه؟ لازم يبقى سموث ليبيولينجوالي، صح؟ لازم يبقى ايه؟ سموث، علشان لو في اي irregularities وخصوصا لو في ديبريشنز كتير، لو في اي irregularities، irregularities دي هتعمل لي ايه؟ هتحشر لي ايه؟ اكل، صح ولا لا؟ يقوم يعمل لي كيرز. فربنا خلق السيرفيس ده كده كده سموث ليبيولينجوالي، سواء كان كراون او روت. شايفين؟ سموث. طيب باستثناء اكسبت اريا لا فلات ولا ديبريزد، اللي هي اسمها ايه؟ كونتاكت اريا، اللي هي اسمها الايه؟ الكونتاكت اريا. يبقى اكسبت فلات اريا ويتش ريبريزنتنج الايه؟ الميزيال كونتاكت اريا. لوكيتد فين الميزيال كونتاكت اريا؟ قرب الايه؟ الميزيال انسايزال ايدج او قرب الميزيو انسايزال لاين انجل. خلاص؟ طيب يبقى تعالى كده دلوقتي انا كده خلصت الميزيال. خلصنا الميزيال؟ قلنا ان الجيومتريك اوت لاين بتاعته مالها؟ ها؟ تريانجولر وذ ذا بيز توورد والايبكس. اتكلمنا على الاوت لاين فورم الليبيال وذ ماكسيمم كونفكستي ريبريزنتنج اللينجوال السيرفايكال 1/3 كونفكس وبعدين وبعدين علشان عندي ثلاث حاجات هما ايه؟ سنجلم فصه انسايزر ريدج. وصلنا عند الانسايزر ريدج مكانها فين؟ سنترلايزد باك ولينجولي او ويز ذا لونج اكسس اوف ذا ايه؟ اوف ذا توث. السيرفايكال لاين كونكيف توورد ذا روت. الليفيشن وديبريشنز مفيش الليفيشن وديبريشنز، هو سموث او كونفكس باك ولينجوي باستثناء فلات كونتاكت اريا. خلاص؟ طيب تعالوا ما نتكلم على الديستال. الديستال في الجيومتريك اوت لاين وفي الاوت لاين فورم هو قلنا هو عباره عن ايه؟ زي الميزيال بالظبط، ذا ريفرس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ميزيال. لكن لو ده الميزيال والديستال لازم يبقى فيه بعض التشينج او بعض الديفرنسز البسيطه. ده الليبيال وده اللينجوال بتاع الميزيال اهو، وده الليبيال واللينجوال بتاع الايه؟ بتاع الديستال. ايه الفرق؟ اول فرق انتوا قولوه لي ما بين الميزيال والديستال. الايه؟ لا ما هو ريفيرس، ما انا خلاص انا قلت ان دوت هو ذا ريفيرس. انا ما بتكلمش في الاوت لاين، انا بتكلم في السيرفيس نفسه. الكونتاكت بوينت، الكونتاكت اريا، برافو عليكي. هنا الكونتاكت اريا في الميزيال موجوده فين؟ ده بقسم السنه على طول علشان اعرف اللوكيشنز بتاعي. خلاص؟ هنا الكونتاكت اريا فين؟ قرب الايه؟ الانسايزر ايدج، انما هنا فين؟ مور سيرفايكل، صح ولا لا؟ طيب بعد كده في عندي ايه؟ اعرف حاجه ان السيرفايكال لاين كل ما نرجع ديستل كل ما يبقى ايه؟ مور شالو، يبقى مش ديب. شايفين هنا الدبث عامل ازاي؟ هنا اللي عند الميزيال الكيرفيتشر بتاعت السيرفايكال لاين ايه؟ فيري ديب، انما هنا الكيرفيتشر مالها؟ شالو. خلاص؟ ما بين السن، ما بين الميزيال والديستل بتاع السنه الواحده، الديستال دايما بيبقى مور شالور عن الايه؟ عن الميزيال. وما بين السنه والثانيه كل ما ترجع سنه لورا كل ما الكيرفيتشر بتاعت السيرفايكال لاين مالها؟ بتقل، لحد ما نوصل ان البوستيريور تيث بيبقى السيرفايكال لاين بتاعهم ماله؟ ستريت. ماشي؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي اول فرق الكونتاكت اريا مكانها والسايز بتاعها على فكره، بس السايز ده في قدام شويه لما نيجي نتكلم. ليه السايز بتاعها؟ هل انت لما تعمل كونتاكت مع سنترال زي ما تعمل كونتاكت مع كناين؟ يبقى السايز بتاع الكونتاكت اريا بيختلف زي ما المكان بيختلف. هنا السايز مش هيختلف كتير،
انت الناحيه اليمين بتعمل او ميزيري بتعمل كونتاكت مع الميزيال اللي هي السنه السنترال، ديستالي بتعمل كونتاكت مع ايه؟ مع اللاترال برضو سنه صغيره، مش هيبقى في فرق في السايز قوي. انما تبدا بقى من اول ما نعمل كونتاكت مع الكناين لا هتفرق. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي ايه يا دكاتره؟ الكونتاكت اريا وعندي السيرفايكال لاين، ماشي الكلام. حاجه ثانيه كمان اللي هي ايه؟ انا عندي الميزيال كونتاكت اريا كانت شارب والديستال كونتاكت اريا كانت ايه؟ راوند، صح ولا لا؟ يبقى عندي اللينس بتاع الميزيال وول اكبر من اللينس بتاع الايه؟ الديستال وول. فهمتوني؟ طيب يبقى انا دلوقتي ثلاث فروقات ما بين الميزيال والديستال. اول حاجه ودايما بقول خدوهم يا اما من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت عشان ما ننساش، او لو الحاجه الجنرال نقولها في الاول. الجنرال زي ايه؟ زي اللينس كده. خلاص يبقى اول حاجه عندي اللينس بتاع الديستال اقل من اللينس بتاع الايه؟ بتاع الميزيال. تاني حاجه ابدا رص بقى من الكونتاكت اريا تحت، دي الايه؟ كونتاكت اريا في الميزيال مور انسايزال عن الديستال. الكيرفيتشر بتاع السيرفايكال لاين مور ديب عن الديستال. خلاص طيب اخر حاجه الانسايزال اسبكت. لما اجي اتكلم على الجيومتريك اوت لاين بتاعه الانسايزال اسبكت، بصوا كده ادي الانسايزال، انا بصل السنه كده شكلها عامل ايه؟ تراينجلر ان شيب. البيس بتاعت التراينجل فين؟ والايبكس عند السنجل. برافو عليكم. طيب تعالوا لي كده عند الاوت لاين بتاعتي، انا في عندي حاجه اسمها ايه؟ لينجوال كونفرجنس، هو اللي خلى لي الايبكس ناحيه الايه؟ السنجل. طيب الويتس اكبر ولا الثيكنس؟ مش قلنا ان دوت الويتس وده الثيكنس؟ السنه الوحيده اللي الويتس اكبر من الثيكنس هو الابر سنتر. السنه الوحيده الويتس اكبر من الثيكنس هو الايه؟ الابر سنتر. خلاص بقيه السنان يا اما ايكوال يا اما العكس، الثيكنس هو اللي اكتر. طيب تعالى لي بعد كده بقى على الاوت لاين فورم. دوت الليبيال وده اللينجوال وده الميزيال وده الديستال. خلاص تعالى لي كده قول لي الاوت لاين، هتلاقي ان الاوت لاين بتاعت الليبيال كونفكس والميزيال والديستال مالهم؟ كونفكس. لو قسمنا اللينجوال اسبكت ل 3 ثيردز قول لي كده الميزيولينجوال والديستولينجوال مالهم؟ ستريت، صح؟ او سلايتلي كونكيف، يا اما ستريت يا اما ايه؟ سلايتلي كونكيف. طيب والحته اللي في النص الميدل 1 ثيرد اللي ريبريزنتد السنجلم؟ كونفكس. ماشي يبقى الليبيال او تعالى كده قول لي الاوت لاين بتاعت الاوكلوزال، الليبيال اوت لاين مالهم؟ كونفكس من الميزيال للديستال، والميزيال والديستال وول كونفكس. بعد كده اللينجوال هنقسمه لثلاثة، الميزيولينجوال والديستولينجوال ستريت اور سلايتلي كونكيف، بعد كده الميدل وان ثيرد كونفكس. ماشي طيب اخر حاجة انا عندي الاليفيشن والديبريشنز. ايه الاليفيشن اللي موجودة؟ سيرفايكال ريدج. وايه تاني؟ من هنا بيبان كل حاجة انسايزال ريدج، وهنا ايه؟ انسايزال ريدج، وهنا وهنا الميزيال والديستال مارجنال ريدج. خلاص كل الاليفيشن بتاعتي انا بشوفها من الانسايزر. اتفقنا يا دكاتره؟ انا كده خلصت الايه؟ خلصت الابر سنترز. فاضل البلب كافيتي، سهل جدا، هو ريبريزنتنج الاوت لاين الخارجيه. عندي بلب تشامبر وبلب كانال. البلب تشامبر فوق له 3 بلب هورنز ريبريزنتنج الايه؟ 3 ماميلونز. ماشي الكلام؟ في عندي حاجة هنا كده اسمها تشافل انسايزر، ديت بقولوها ديت ايه؟ الانسايزر او الاليفيشنز اللي موجودة في اللينجوال اسبكت بتبقى ايه؟ هيفلي، ماشي؟ موجودة قوي، بتبقى السنة عاملة زي الجاروف كده. خلاص؟ دي ابنورماليتيز موجودة.